طيب احنا مكملين في موضوع البفر سوليوشن. ناخذ كمان مثال، هالمرة يكون البفر نوعه بيسك ويك بيس. كالكوليت بي اتش اوف ا سوليوشن contains 0.10 molar NH4Cl and NH3 and 0.10 molar NH3 Kb for NH3 يساوي 1.75 ضرب 10 قوة ناقص 5. طيب هنا معاي أنا السيستم هذا اللي هو الأمونيا، اللي هو ممكن أكتبه هيك NH4 بلس زائد OH ماينس، لأنه هذا راح يتفاعل مع الماء. أنا عندي weak base، هنا البيس عندي هنا الأسد، هنا انعكست لأنه هنا weak base. طبعا حكيت لكم استخدموا القانون الأولاني اللي هو ال pH تساوي pKa زائد لوغاريتم البيس على الأسد. ممكن استخدم الثاني صراحة أورجيكم، لكن أنا أفضل دائما استخدم هذا عشان أحفظ قانون واحد. أنا عندي ال pH تساوي pKa زائد لوغاريتم اللي هو حكينا بيس على أسيد، فبناء عليه راح تكون pKa زائد لوغاريتم، وين البيس في الموضوع هو ال NH3، وراح يكون عندي تركيز ال NH3 على تركيز اللي هو ال NH4+. طبعا نذكر هون انه تركيز ال NH4Cl هو نفس تركيز ال NH4، يعني ال NH4Cl راح يتفكك في الماء تفكك كامل، راح ينتج ال NH4 بلس زائد Cl ماينس. فهنا كمان مرة كأنه أنا جبت عندي بيكر حطيت فيه كمية من الماء، ضفت زي ما أنتم شايفين 0.1 مولر من الأمونيا، وضفت 0.1 مولر من الأمونيوم أيون. هذا كومون ايون افكت، وفي الحالة في عندي بفر سيستم. هون بنطبق المعادلة، وين النقطة هنا اللي انا قلت لكم ممكن تحلوا على هاي الطريقة او هاي الطريقة، انه الكي اي مش موجود معي بالسؤال، موجود معي الكي بي. مباشرة انا بطبق قانون انه الكي دبليو يساوي الKa في الKb، فبطلع عندي إنه الKa تساوي Kw على Kb ويساوي 1 ضرب 10 قوة ناقص 14. طبعا هذا 1 ضرب 10 ناقص 14 بتكونوا حافظينه، مش أعطيكم إياه في الامتحان لأنه هذا لازم يكون ديفولت، هذا الرقم معروف للجميع، على الKb. الKb في حالتنا 1.75 ضرب 10 قوة ناقص 5 ويساوي 5.7 ضرب 10 قوة ناقص 10. اوكي هنا باجي بحط هذا الرقم هنا، فبصير في عندي ماينس لوغاريتم 5.7 ضرب 10 قوة ناقص 10 زائد لوغاريتم، هنا التركيز عندي 0.1 على 0.1. يمكن في هذا السؤال فيش مجال للخربطة لأن الرقم نفسه، خليني بس ارفع ال اوكي، فبيطلع عندي الجواب يساوي ال pH 9.24. طبعا اذا لاحظتوا في المثال الماضي كان عندي ال pH يساوي 4 اللي هو الاستيك اسيد، والامونيا اللي هو بيسك، ال pH تبع هذا البفر 9.24. راح نحكي اكثر عن موضوع البفر كاباسيتي لاحقا ان شاء الله. طبعا حكيت لكم انه ممكن تحلوها بطريقه ثانيه، ممكن تستخدموا اللي انا عاده ما بستخدمها اللي هي البي او اتش تساوي بي كي بي زائد
لوغاريتم. بس كنت اتذكره هنا انه البيس تحت والاسد فوق. انا عشان هيك ما بحب هاي القاعده انه احفظ التنتين عشان ما اضلني اخربط. بحب خلاص اثبت انه الاسد تحت وعندي الكي اي. فهنا ممكن نطبق نطلع البي كي بي. البي كي بي في نفس السؤال طبعا. عندي ماينس لوغاريتم 1.75 ضرب 10 قوة ناقص 5. طبعا هاي طريقة ثانية للحل، احنا حلينا السؤال. زائد لوغاريتم، طبعا هنا انتبهوا ان لوغاريتم الواحد يساوي صفر، عشان هيك انا مباشرة طلع عندي 9.24 هو اللوغاريتم. هنا اللوغاريتم 0.1 على 0.1 وبيطلع عندي هذا الرقم 4.76، لكن هذا هي الـ pOH. علشان اطلع الـ pH راح تساوي 14 ناقص 4.76 وتساوي 9.24. طبعا لازم يطلع الجواب في الحالتين نفسه، لكن هنا طلعت الـ pOH بعدين طلعت منه الـ pH، هنا غيرت الـ kA للـ kB لkA. انا كمان مره بنصحكم احفظوا هذا القانون دائما، انه pH لاي بفر سيستم هو الـ pKa زائد لوغاريتم البيس على الاسيد. دائما احفظها هيك، البيس الاسيد تحت. بعد هيك بصير حيل اي سؤال على نفس السلوش. طيب ناخذ كمان امثله. عم بنوعكم من انماط الاسئله عشان تعرفوا وين راح تستغلوها في اللاب وين راح يجيكم في الامتحان برضو. انه اف 50 ml of 0.1 molar NH3 mixed with 50 ml of 0.04 molar HCl. What is the pH? هذا سؤال مهم كثير. ليش؟ لأنه زي ما حكينا من شوي انه البفر سوليوشن، اني انا اجيب مثلا في حالة الامونيا كنا نجيب كمية من الامونيا واجيب كمية من الكونجيجت اللي هو امونيوم. لكن في اسلوب ثاني يستخدم، انه انا انشئ الكونجيجت بيس عن طريق استخدام سترونج اسيد او سترونج بيس. يعني في حالتنا هنا كان في عندي NH3، هذا NH3 راح يتفاعل مع الحمض القوي اللي هو HCl اللي خلطهم. يعني هذا السؤال ايش بحكي؟ هذا السؤال خليني انا امحي هاي اللي هون، لا خليها موجودة. هذا السؤال ايش بحكي؟ انه انا ضفت 50 ml تركيزهم 0.1 مولر من الامونيا، ضفتهم على السوليوشن. بعدين شو ضفت على السوليوشن؟ كمان كمل السؤال، ضفت 50 ml تركيزهم 0.04 مولر من ايش؟ من حمض قوي. هسا الحمض القوي لما يتفاعل مع القاعدة الضعيفة راح يتفاعل تفاعل كامل. هاي نقطة ركزوا لي عليها. يعني ال HCl هنا اللي هو تركيزه 0.04 نجم شوي، راح يتفاعل تفاعل كامل وينتج عندي NH4 طبعا زائد Cl minus. راح ياخذ ال H plus كاملة لأنه هذا حمض قوي، راح يتفاعل مع الأمونيا وينتج الـ NH4 بلس. في بداية الخلط كان عندي 50 ml تركيزهم اللي هو 0.1 ميلي مول بير ميل. كمان مرة المولاريتي تذكروا من الشابتر الماضي هي المول بير لتر وتساوي ميلي مول بير ميل. الأفضل هون التعاون بالميلي مول. معناته هذا عدد الميلي مولات الموجودة من NH3 تساوي 5 ميلي مول، اللي 50 ضرب 0.1. أوضح لكم إياها أكثر. 5 ميلي مول. كم أضفنا من HCl؟ أضفنا 0.04 ضرب 50 ويساوي 2 ميلي مول. معناته راح يتفاعل هذول المادتين. هاي طبعا نفترض انها تايم زيرو او الانيشال. هنا في الزيرو كان عندي زيرو من ال NH4 وزيرو من ال Cl minus. التفاعل هذا كامل اللي راح يصير. طبعا اذا تذكروا من الكيمياء العامة انه انا بتطلع اللي هو limiting reactant، ف
فهذا هو أقل عدد مولاته، فهذا كله راح يستهلك في التفاعل، وهذا راح ينقص منه نفس المقدار. فهو التشينج اللي راح يصير إنه راح يصير عندي 5 ناقص 2، وهذا راح يصير -2، وهذا راح يصير +2، طبعا كلهم بالميلي مول، ميلي مول ميلي مول، وهاي ميلي مول. معناته at the end، مش راح اكتب equilibrium لانه انتهى التفاعل شبه كامل باتجاه اليمين، صار في عندي 3 ميلي مول من ال NH3، طبعا عندي 0 من ال HCl، وعندي 2 ميلي مول. فهذا اللي انا بدي اوضح لكم اياه في هذا المثال، انه انا بدل ما انه في الطريقة الاولى اضيف بايدي NH4 واضيف NH3، ممكن اضيف فقط NH3 وباستخدام حمض قوي انشئ NH4 اللي هو الكومون ايون. هسه هون صار في عندي نظام اوكليبريم بين NH3 وال NH4 بلس، طبعا هذا حمض قاعدة ضعيفة والحمض المرافق، هذول اثنين ات اوكليبريم، لكن انشأت الكومون ايون بإضافة ال HCl. خلينا نكمل حل السؤال عشان نعرف كم راح تطلع الـ pH. طيب أنا عشان أطبق لازم أحط أنا قانون البفر، الـ pH يساوي ماينس لوغاريتم اللي هو الـ Ka، طبعا الـ Ka لـ هون الـ Kb يساوي 1.8، هذا أنا سأعطيكم إياه بالسؤال، ضرب 10^-5. أنا أول إشي راح أعمله أطلع من الـ Kb أطلع الـ Ka، راح أحكي إنه الKa تساوي Kw على Kb وتساوي 1^-4 على 1.8 × 10^-5، ويساوي الرقم معاي هتأكد منه 5.556 × 10^-10. فراح أحط pH تساوي ماينس لوغاريتم 5.556 × 10^-10، طبعا زائد لوغاريتم. هون انتبهوا معي، هنا ممكن استخدم التركيز وممكن استخدم المول ريشيو. يعني اذا اجيت حطيت هنا المول ريشيو لا لازم فوق يكون تذكروا البيس وتحت يكون الاسيد. البيس عندي وينه اللي هو هذا الامونيا، وين الاسيد اللي هو هذا. راح أحط أنا هنا 3، راح أحط هنا 2، هنا أنا حطيتهم بالميلي مول، ممكن أحطهم 2 بالمول 2 بالميلي مول، ممكن أعملهم بالتركيز. يعني إذا قررت أنت تحسبها بالتركيز راح تقول هذا تقسيم الحجم الكلي. انتبهوا هنا أنا عندي 50 مل ضفتها على 50 مل، فالحجم الكلي 100، لكن في حالتي ما في داعي اني اعمل هاي العملية. ليش؟ لانه ايش مكان الحجم النهائي فهو واحد، بيكفي اني انا استخدم المول ريشيو. والبي اتش راح تساوي عندي اكتب هذا الرقم 9.26، خليني اكتب عشان نكون اوضح، لوغاريتم 3/2 وتساوي 9.26 زائد 0.18 وتساوي 9.44. هذا كثير مهم المثال. ليش؟ لأنه معظم استخداماتنا في اللابات ممكن أنه أنا ما أضيف الأمونيوم سول كومون أيون، أني أنشئ إنشاء، فأجيب NH3 وأضيف عليه سترونج أسيد ومنه ينتج. طبعا بنفس الأسلوب، بنفس الأسلوب أنا لو جبت عندي سوليوشن وضفت فيه مثلا اللي هو أستيك أسيد، طبعا هنا أنا ما أنشأ بفر سيستم، مجرد اضافتي للاستيك اسيد فهو ويك اسيد، ما عنده ولا يسمى بفر. لكن شو باجي بعمل؟ ممكن اجي اضيف عليه كميه من الاو اتش ماينس او الان او اتش. هاي شو راح تعمل؟ زي ما صار في الاتش سي ال، راح تتفاعل تفاعل كامل تاخذ الاتش، راح ينتج عندي الاو اي سي ماينس. كميه اللي راح تنتج من الاو اي سي ماينس هي نفس كميه الان او اتش اللي ضفتها، راح تنطرح الكمية الموجودة من الأستيك أسيد، تنطرح منها الـ NaOH. كمان مرة، إما أنه أنا بضيف الحمض الضعيف اللي هو الـ HOC وبضيف هنا
OAC minus هاي الطريقة الأولى، أو إني أنا الطريقة الثانية أضيف HOAC أضيف عليه تفاعل أحط عليه مثلاً NaOH. فزي ما شفنا في المثال الماضي البيس الضعيف بضيف عليه حمض قوي، والحمض الضعيف بضيف عليه بيس قوي، فبتشكل اللي هو الكونجيجيت بيس، فمنتج عندي بفر سيستم. طيب هيك أنا المفروض إنه تعلمت أنتو حسابات البفر. هسا بدنا عن طريق المثال القادم نفهم إنه كيف تأثير إضافة أو شو هو البفر وما هي استخدامات البفر. أنا بدي أعطيكم إياه بمثال إنه what will be the pH أو بلاش pH the change in pH if we add to 4 ml بفر أمونيا بفر if we add 1.05 مولر من نحكي اللي هو NaOH 2.05 مولر من HCl، أحماض قوية وقواعد ضعيفة، قواعد قوية برضو. أوكي. طبعا الأمونيا بفر اللي أنا مستخدمه هنا أنا مستخدم 0.2 مولر أمونيا مع 0.3 مولر أمونيوم كلورايد. فالمطلوب مني من هذا السؤال انه انا اخذت من هذا 400 ml وضفت عليهم مرة 100 ml من NaOH هذا اللي هو ايه، ومرة ضفت عليهم 100 ml من HCl. فالمطلوب هو change in pH، يعني كم كان ال pH وكم صار ال pH. طبعا لازم تكون عارف انه ال Ka لل NH4 بلس يساوي 5.7 ضرب 10 قوة ناقص 10. عشان أعرف أنا التغير في الـ pH شو لازم أعمل، خلينا أصغر شوي الشاشة. أنا لازم أعمله إني أحسب أول شيء الـ pH للبفر سوليوشن، بعدين أحسب الـ pH للسوليوشن بعد الإضافة. فالبفر الموجود عندي صار هسا مفروض إنكم سريع تعرفوا إنه الـ pH يساوي pKa زائد لوغاريتم، دائما الأسيد تحت فعندي تركيز اللي هو الأمونيوم فوق الأمونيا لأنه الأمونيا هي البيس، معناته عندي ماينس لوغاريتم 5.7 ضرب 10 قوة ناقص 10 زائد لوغاريتم. هسا بتطلع شو التركيز اللي عندي للأمونيا، هيو 0.2 مولر، شو التركيز للأمونيوم 0.3 ويساوي الـ pH 9.07. فهي حلينا أول إشي كم كان الـ pH. طيب نطلع أول إشي عند A. في A أنا أضفت كمية من strong base هنا اللي هي اللي أشرح لكم إياها فكرة عمل البفر. أنا دائما عندي هنا كمية من البفر وكمية من الأسيد. إذا نضاف عندي أسيد راح يتفاعل مع البيس، يعني هذا البيس وهذا الأسيد. إذا ضفت أنا في المثال A ضفت الـ NaOH، الـ NaOH هو بيس راح يتفاعل مع الأسيد. هذا التفاعل اللي صار بين الأسيد والبيس هو أساس عمل محلول منظم، انه هاي كمية الـ NaOH اللي دخلت على السليوشن تفاعلت مع الأسيد، الناتج منهم شو راح يطلع؟ ووتر، لانه الـ H راح تتفاعل مع الـ OH راح تلغي تأثير الـ NaOH minus. يعني انا لما احكي انه محلول منظم يقاوم تغيرات الـ pH
معناته لما أضيف أسيد أو أضيف بيس ما بتغير البي اتش. طب كيف؟ طب ما أنا البيس بيزيد البي اتش والأسيد بنقص البي اتش، لأنه المحلول المنظم فيه بيس والكونجيكت بيس أسيد تبعها أو العكس. إذا أنا أضفت في حالة A الفرع واحد أو A، هاي A خلينا نكون نفس الفرع A و B، إذا ضفت أنا بيس راح يتفاعل مع الأسيد راح ينتهي، إذا ضفت الأسيد الأسيد راح يتفاعل مع البيس وبرضه راح ينتهي، وهذا راح يبين هسه أكثر في حلنا للسؤال. شو اللي راح يصير لما نضيف في حالة الـ A 0.05 مولر HCl؟ طبعا أنا راح أضيف هنا هون ناقص 100 مل. Change if we add 100 مل، هون لازم أوضح لها من NaOH و 100 مل من HCl. اللي راح يصير كالتالي، إنه أنا راح يصير عندي تفاعل في A بين الأسيد والبيس، راح وين الأسيد؟ الـ NH4 بلس. ضفنا عليها الـ NaOH، طبعا راح ينتج عندي NH3. طيب كم ضفنا من الـ NaOH؟ احنا ضفنا 100 مل، تركيزهم 0.05، معناته كم ضفنا احنا بال ميلي مول؟ انا ضفت 100 مل، تركيزهم 0.05، راح ينتج عندي حركة الفاصلة 1 2، راح ينتج عندي 5 ملي مول. في السؤال حكينا انه خلطنا 400 ML، معناته انا فعليا في عندي 400 ML من هذا السوليوشن. فهذا السوليوشن 400 ML تركيز الامونيوم فيه بوينت كم كان؟ point 0.3، مزبوط. راح نحسب عدد الميلي مولات تبعتها، راح تكون 0.3 اللي هو 0.3 ميلي مول ضرب الفوليوم اللي هو 400، راح يطلع عندي الجواب 100. اسال حاسب اتاكد يطلع عندي 0.3 ضرب 400 يطلع عندي 120. زي ما حلينا في المثال السابق انه التفاعل هذا تفاعل كامل، انتبهوا، تفاعل حمض القاعدة القوية مع حمض ضعيف تفاعل كامل. فهون راح ينقص 5 ملي مول، هون راح ينقص 5 ملي مول، وهون راح يزيد 5 ملي مول. راح ينتج عندي هنا 120 ناقص 5 115 ملي مول، وهون راح يصير صفر، ينتهي الـ NaOH. هذا هو عمل المحلول المنظم، انه ينهي الـ NaOH، ينهي وجوده ويصير صفر، راح ينتج عندي 5 ملي مول. لكن بدنا ننتبه هون على نقطة، انه اصلا انا كان في عندي NH3، يعني عدت نحكي عدت T0 كان عندي من هذا، لكن اصلا انا NH3 هذا محلول منظم، هذا المحلول المنظم اللي كان موجود فيه 0.2 مولر NH3 و 0.3 مولر NH4. فهون NH3 ما كانت 0 في البداية، هي كانت 0.2 ضرب 400، يعني اللي هي تكافئ 80 ملي مول. ففعليا ال 80 ملي مول هاي زادت 5 ملي مول، فهون الرقم راح يصير 85 ملي مول. كمان مرة، انا اصلا أنا الموضوع هذا ركزوا لي فيه منيح، انه ال NH4 بلس قبل ما اضيف كان في عندي مع ال NH3. اذا فرضنا انه اخذنا 400 ML، ففعليا عندي هنا زي ما انتم شايفين التركيز هي اصلا هذا السيستم 0.2 من الامونيا، معناته 0.2 ضرب 400، وعندي 0.3 ضرب 400. فعندي انا هنا 120 ملي مول وعندي هنا 80 ملي مول. هذا هو البفر سيستم. هنا شو صار؟ انا ضفت بيس. هذا البيس شو بيعمل؟ هذا الـ NaOH زي ما انتم شايفين في هذا التفاعل راح يجي يتفاعل مع الـ NH3، راح ينقص من 120 ملي مول، بنفس الكمية اللي نقصها من الميل من الـ NH4 راح يزيد الـ NH3.
3. فزي ما لاحظتوا هنا ال 120 هاي تحولت ل 115 ملي مول، وهاي صارت 85 ملي مول، لانه ال NaOH اللي هنا اختفى، اختفى بسبب تفاعله مع الاسيد. هسه لو اجي احسب كم ال pH لهذا السوليوشن، اجي اعمل انه السيستم الجديد انه ال pH تساوي ماينس لوغاريتم 5.7 ضرب 10 قوة ناقص 10 زائد هنا لوغاريتم، احط المول ريشيو لانه ممكن استخدم المول ريشيو، ممكن استخدم التركيز، لكن بدل ما ادخل بحسابات التركيز استخدم المول ريشيو اريح. فانا راح يكون في عندي نسبة اني احط البيس على الاسيد، البيس عندي هنا هيو اللي هو الامونيا، احط هنا 85 احط تحت 115 يطلع عندي البي اتش 9.1. يعني اذا بتلاحظوا 9.1 تحولت شوي زيادة ل 9.11، لكن هذا التغير طفيف مع اني انا ضفت 100 مل من 0.05 مولر اني اتش. خلينا نكمل للفرع الثاني اللي هو بي، ونشوف شو تأثير إضافة 100 ml of 0.05 مولر من ال HCl. كمان مرة أنا البفر هذا نفس هذا السؤال، إنه عندي 400 ml من الأمونيا بفر اللي أنا كان عندي فوق اللي هو 0.2 مع 0.4، 0.2 مع 0.3. طلعنا ال pH تبعته. هنا راح يكون في الاختلاف كالتالي، إنه أنا في عندي أصلاً حسبنا فوق ال NH4 قبل الإضافة كان هذا ما في ناقص، ال NH4 كان عندي 120 ميلي مول وكان عندي هنا 80 ميلي مول. وين جبنا هاي؟ تذكروا انا في عندي اخذت من هذا البفر 400 ml ضربتهم في تركيز اللي هو 0.3 من ميلي مول لكل ml، وهذا كان عندي 0.2 ضرب 400 ml. هذا السيستم دخل عليه هسه 100 ml من 0.05 مولر HCl. هذول شو يكافئوا بالملي مول؟ 100 ضرب 0.05 ويساوي 5 ملي مول. هنا في السؤال السابق كان الـ NaOH راح يتفاعل مع الأسيد، إن هذا الأسيد في الحالة هاي هذا البيس، لكن الـ HCl كونه سترونج أسيد راح يتفاعل مع هذا البيس، فراح نحكي إنه هذا التفاعل راح يؤدي إلى زيادة الـ NH3، لأنه التفاعل راح يكون NH3 زائد HCl راح ينتج عندي NH4+. التفاعل راح يكون كامل، فأنا فعلياً الـ NH3 عندي كان 80 والـ HCl عندي هنا 5، فراح يصير في عندي ناقص 5 زائد 5، راح يصير في عندي 80 ناقص 5 راح يطلع 75، هنا 0 هنا 5 NH4 ميلي مول فقط من هذا التفاعل، لكن اصلا كان في عندي 80، واللي راح يصير انه عندي راح هنا تزيد 5 ميلي مول وهون تنقص 5 ميلي مول. شو سبب هاي النقصان والزياده؟ اللي هو تفاعل ال HCl. راح يصفي عندي النسبه 125 ل 75 ميلي مول، وهاي ميلي مول. هنا علشان اطلع ال pH، فال pH تساوي ماينس لوغاريتم اللي هو طلعناه السؤال السابق 5.7 ضرب 10 قوة ناقص 10 زائد لوغاريتم. هسه هنا بنحط البيس فوق والأسيد تحت، وين البيس في الموضوع؟ هذا هو البيس، وبحط 75 فوق. وين الأسيد؟ فهو هذا، فهو 125، وبطلع عند الـ pH تساوي تحسبناها 9.02.
يعني عشان نلخص هذا المثال نظبط شوي الشاشة معلش. هنا كان عندي في البداية قيمة الـ pH لحاله 9.07، لما ضفت عليها على 400 ميل ضفت اللي هو الـ HCl ومرة ضفت الـ NaOH، لما ضفت الـ HCl تحولت الـ solution إلى أنا في المثال الأول خلينا نخليهم على نفس الترتيب، ضفت في الأول NaOH تحولت الـ pH 9.11، لما ضفت HCl تحولت عند الـ pH 9.02. هون التغير في الـ pH يساوي اللي هو 9.11 ناقص 9.07، فتغيرت هي إنها زادت بقيمة 0.034. هنا تغير الـ pH يساوي نقصت 0.05. هذا إشي طفيف جدا بالمقارنة مع إضافة 100 ml من حمض قوي أو 100 ml من حمض ضعيف. عشان نعرف الفائدة اللي استفدناها من الحمض القوي أو الحمض الضعيف، خليني أعمل نفس المثال لكن بعدم استخدام بفر. يعني إذا كان عندنا 400 ml، يعني بدل البفر 400 ml من ووتر، ضفنا عليهم 100 ml of 0.05 مولر NaOH، وكان عندي 400 ml ووتر زائد 100 ml of 0.05 مولر HCl. هون بدنا نشوف، يعني عشان نعرف الإفكت احنا شفنا قبل شوي تغير في الـ pH لما كان في بفر. طب اذا ما كانش في بفر، اذا كان عبارة عن ووتر فقط، طبعا ووتر الـ pH تبعته دون ما تحسبوها 7، افترضوها هون الـ pH تساوي 7. طيب كم راح تصير الـ pH هنا وكم راح تصير الـ pH هنا؟ طيب هون عشان اعرف تركيز المحلول هذا ممكن استخدم M1V1 يساوي M2V2، لأنه أنا أعمل ديليوشن 100 ميل من هذا الـ NaOH لـ 400 ميل، الحجم النهائي يساوي 500، وممكن أحسب أنه التركيز 0.05 ضرب 100 تساوي M2 ضرب 500. ليش عملت هيك؟ لأنه إحنا فعلياً كأنه أخذنا من سوليوشن 0.05 مولر اللي هو الـ NaOH، أخذنا حطينا 100 ml وعملنا ديليوشن 400، صار الحجم النهائي 500. الـ M2 يساوي 0.01 واللي هي 1 ضرب 10 قوة ناقص 2. لو بدي أحسب بنفس الأسلوب هنا اللي هو 0.05 ضرب 100 تساوي M2 500، راح تساوي برضو من الـ HCl 1 ضرب 10 قوة ناقص 2، هاي طبعا HCl وهاي NaOH. okay. عشان أطلع الـ pH ممكن أجي هنا أطلع أول إشي الـ pOH تساوي minus logarithm 1 ضرب 10 قوة ناقص 2 وتساوي 2، معناته pH تساوي 14 ناقص 2 وتساوي 12. في حالتنا هنا الـ pH تساوي minus logarithm 1 ضرب 10 قوة ناقص 2 وتساوي 2. يعني علشان أقارنكم بالمثال السابق، في هاي الحالة أنا بلشت في water الـ pH تبعته تساوي 7 اللي هي الـ 400 ml، لما ضفت عليهم NaOH بنفس المقدار اللي ضفته قبل شوي تحولت الـ pH لـ 12، يعني دلتا pH تساوي 5 pH، ولما ضفت عليهم HCl طبعا هاي بالزائد، ولما ضفت عليهم HCl صارت 2، فهي دلتا pH تساوي ناقص 5. خليني بس أصغر الشاشة بحيث تشوفوا المثالين مع بعض. هنا المحلول المنظم، هنا عندي 400 ميل، خليني أخليها بالأسود هاي،
انا عندي هنا 400 ml من بفر وهنا 400 ml من ووتر. ال 400 ml من بفر اللي كان البي اتش 7.9 اضافت نفس كمية ال NO H مرة على البفر اعطتني تغير طفيف 0.04، لكن الووتر اعطتني 5، وعلى اضافة الاسيد اعطتني تغير طفيف في البفر 0.05، لكن اعطتني هون دلتا بي اتش تساوي زائد 5، اسف ناقص 5 في الووتر. هذا بعطيكم indication انه تأثير البفر، والسبب كمان مرة انه انا عندي اسيد كونجكت بيس او العكس بيس كونجكت اسيد، اذا ضفت اسيد تفاعل مع البيس، اذا ضفت بيس بتفاعل مع الاسيد وبنتهي تأثير السلوك. ان شاء الله احنا من المحاضرات القادمة ممكن ناخذ مثال او مثالين قبل ما نبلش نحكي عن البفر كاباسيتي وشو يعني بفر كاباسيتي، ونبلش برضو في البولي بروتيك اسيد.